أهلا مدام سامية، اتفضلي. ممكن أعرف بتتقربي مني ليه ومش عاوزة تقابليني؟ حضرتك عارف كويس وما أظنش إن جد أي جديد. لا جد يا سامية. أنا مش مسافرة. سامية، البلد بتمر في ظروف صعبة والجبهة مولعة وغارات العمق ما بتخلص، سلاح المهندسين وكل المقاولين اللي في مصر بيحاولوا يجنوا حائط الصواريخ، لكن العدو مش سايبهم، عمال يضرب فيهم ليل ونهار. وكل ما نبني قاعدة يرجعوا يضربوها نرجع نبنيها من أول وجديد، ده غير اشتباكات طياراتنا وطياراتهم طول الليل والنهار. حضرتك ناسي إنها صحفية وده شغلي؟ بس أكيد مش عارفة عدد اللي استشهدوا. انت عارفه ان في جنود بيموتوا وهما ماسكين المدفع لغايه ما يسيح. احنا تاني هنرجع نتكلم في الموضوع ده، تاني وتالت ورابع. ساميه، انت الوحيده اللي تقدري توقفي حنفيه الجواسيس اللي بتنقل اخبارنا وبتبلغهم بمواقع الصواريخ. ده شغلكم انتوا، ده مش شغلي. القنبله لما بتنزل ما بتسيبش حد، بتموت الكل. هبوظ لكم الدنيا، هلخبط لكم كل اللي انتوا بتعملوه. انا معرفش اعمل غير شغلي وبس يا سيد عادل. واحنا مش طالبين غير انك تعملي شغل. يعني ايه؟ هم طالبين منك ايه؟ اجمع لهم اخبار ومعلومات. وانتي شغلتك جمع المعلومات والاخبار. المشكله انك مش شايف غير اللي يخصك وبس، مش قادر تقدر المعاناه اللي انا فيها. لا يا سامي، انا مقدر وعارف حاجات كتير اوي. لا والله ما عارف حاجه ولا شايف حاجه ولا حد اصلا عارف حاجه، حتى حكايه نبيل والحمل. يعني ايه يا عادل؟ يعني ايه مش عارفين توصلوا للبنت دي؟ يا فندم، انا حاولت معاها بكل الطرق مفيش فايده. ساميه مرتبكه، ده حتى امها ما تعرفش انها حامل ولا حتى انها متجوزه. ونبيل اخباره ايه؟ مفيش تغير، قاعد في نابولي والصبح بيقعد في المعرض وبالليل داير على حل شعره. والضابط الموساد ديفيد بن حيم اخر حاجه نعرفها عنه انه سافر اسرائيل. طب خلي رجالتك بقى يفضلوا ورا نبيل في إيطاليا، يمكن يوصلوا لحاجة. أما بالنسبة لسامية، لازم نفتح عينينا كويس قوي، لأنها هدف مهم للموساد مش هيسيبوها. لازم الناس والعالم كله يعرف بيه. ايوه، بس احنا كده هنبقى محتاجين لتصاريح دايما علشان نقدر نطلع الجبهه ونقدر ننقل كل اللي بيحصل بالكلمه والصوره. وعدم وجود تصاريح مكتفنا ومش مخلينا عارفين نعمل حاجه. في ناس عايزين حضرتك بره. هنزلكوا دي يا اساتذه. Thank you.
الأسر نامت. عمالة تسألني على أبوها، بتقول إنه وحش قوي. أبوك الله يرحمه ضحى بحياته واستشهد في سبيل وطنه. أنت بقى يا سامي مستعد تضحي في سبيل وطنك؟ مش عايز قرارك انك تشتغلي معانا يكون بسبب عبد القادر واللي حصل له. انا عارف عيلتكم كانت قريبه قد ايه. عبد القادر كان يعتبر اخويا، احنا متربيين مع بعض من احنا اطفال. استاذ احمد سمى عبد القادر على اسم والدي الله يرحمه. هي دي بس المعلومه انا ما اعرفهاش، بس اللي اعرفه كويس قوي ان والدك والاستاذ احمد كانوا اصدقاء وزمايل في الجيش. والدي استشهد بين ايديه في سينا سنه 56. الله يرحمهم جميعا. المهم لما تشتغلي معانا عايزك تشتغلي بعقلك مش بمشاعرك. شغلتنا مش سهله وما فيهاش مشاعر. اعرف، فكرت كتير بيني وبين نفسي، قلت اعتبر نفسي جندي بيحارب على الجبهه. اقصى حاجه ممكن تحصل لي اني اموت. لو مت هبقى شهيده زي 100 شهيد كل يوم بيموت في ده بلده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هو في حاجه شغلاني ومحتاجين نحلها قبل ما نبتدي نشتغل. حاجه ايه؟ حضرتك تعتقد اني ممكن ابقى جندي واحارب على الجبهه وانا حامل؟ لا يا عادل، لا، احنا مش هنفتح السيره دي تاني. يا فندم احنا ما صدقنا انها وافقت، وبعدين الحمل لسه في اوله، الجنين لسه ما اتكونش. تشرفك ان الحمل لسه في اوله. الدكتور خيري قال لي. بس دي عمليه، عمليه يا عادل. هنقول لوالدتها ايه؟ قالت انها هتقول لوالدتها انها رايحه الاسماعيليه لمده يومين ثلاثه عشان تغطي احداث الجبهه. المهم ان حياه البنت دي ما تعرضش لاي خطر. طبعا يا فندم، من غير ما حضرتك تقول. انا مش فاهمه انت ليه عاوزه تسافري بالليل؟ والنهار له عينين. الليل امان يا ماما. النهار كله غراته ومفاعيل. بالليل ستار. يعني برضه مصممه تسافري؟ لازم. لازم يا ماما. مش عارفة، أنا قلبي مش مطمن المرة دي. قل إني سبحانه إلا ما كتب الله لنا ونعم بالله. ان شاء الله. الدكتور ثروت طمني ان كل شيء تمام. طب يا دكتور، يعني الطفل نزل ولا لا؟ كانش لسه فيه اطفال يا سيد رؤوف، دي مجرد نطفه واكيد نزلت مع عمليه الكحت. ايوه، هي هتقعد قد ايه في المستشفى ان شاء الله؟ ممكن تخرج بكره الظهر او بعده بكتير. طب احنا بصراحه عايزينها تقعد شويه زياده. مفيش اي مشكله. وفي حاجه تانية، انا تحت امرك. عاوزين يتعرف انها عملت عمليه اللوز.
اشمعنى انا عملت اللوز؟ اصلها هي عملت العمليه دي وهي صغيره، وده هيساعدنا كتير في شغلنا. احنا عايزينها تقعد كمان يومين ثلاثه. مش عمليه اللوز برضو محتاجه يومين ثلاثه تقريبا؟ يبقى ممكن نتعامل معاها على هذا الاساس. اوكي، وانا هتفق مع دكتور ثروت على كده، هو وطاقم العمليات. طب بالنسبه لساميه نقدر نخش نشوفها؟ لا 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 ارجوك انسوها النهارده خالص، بكره تعالوا وشوفوها واقعدوا معاها براحتكم. تمام يا دكتور، يلا بينا. سيد عادل، هي عارفه حكايه اللوز دي؟ طبعا احنا متفقين معاها، بس يا ريت اول ما تصحى تفكروها. انا كنت بسال عشان كده. تصبح على خير، يلا مع السلامه. ارجع انت على الجهاز، راجع تقارير ايطاليا، لو في حاجه بكلمك. حاضر يا فندم. تحب افوت عليك الساعه كام مثلا؟ اول ما تخلص الساعه 8 كويس؟ هايل. تمام يا فندم، سلام. مع الف سلامه. اهلا يا سيد عادل. اهلا دكتور، ايه اخبار المريضه بتاعتنا؟ الحمد لله زي الفل. طب ممكن اشوفها؟ طبعا، تعال اوصلك واطمن عليها بالمره. اتفضل. اتفضل. شكرا. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. ها اخبارك ايه النهارده؟ الحمد لله تمام. نطمن بقى على الحراره. طيب بتحسي باي الم؟ زي الفل تمام. بقيتي زي الفل. انا هكتب لك بقى على شويه مقويات عشان تعوضي الدم اللي انت نزفتيه. عن اذنكم لو احتجتوا اي حاجه انا موجود. شكرا يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هو انت ليه اخترت عمليه اللواز بالذات؟ الحقيقه لسببين. السبب الاولاني انك اول مره دخلتي المستشفى كان عندك التهاب في اللوز، وده اثر على الاذن الوسطى. وثانيا انت عملتي عمليه اللوز دي وانت صغيره، فلما يعوزوا يتاكدوا لو كشفوا هيلاقوكي فعلا عامله العمليه دي. هما ممكن يتاكدوا؟ طبعا، ده لو عاوزين يثقوا فيكي. دلوقتي في سؤال تاني عاوز اساله لك قبل ما تخش على المرحله الجايه. انت مش قلقانة؟ متأكدة؟ متأكدة. المرحلة دي ما فيهاش رجوع؟ وأنا مش هفكر حتى في الرجوع يا سيد عادل. ابتدي؟ ابتدي. الأول هنتكلم عن الشخصيات اللي هتقابليهم هناك. قصدك أدريان تومز؟ أدريان وغيره. المهم بعد كده هنتكلم على هدف كل المقابلات اللي هتعمليهم مع الناس دي. طب الهدف واضح. انا بعت لهم ان انا جاهزه بثمن العربيه، يعني انا المفروض اروح لهم باخبار ومعلومات مجمعها من هنا. دي المرحله الاولى. هو في اكتر من مرحله؟ طبعا، احنا قلنا كل ما المرحله تنتهي ننتقل للمرحله اللي بعديها. طب ايه الاخبار والمعلومات اللي انا هروح لهم بيها؟ انت عندك تفريغ اجتماع تنظيم الطليعي؟ ايوه. يبقى اول ما تطلعي من هنا ان شاء الله تجيبيها والنوتة اللي بتكتبي فيها الاخبار، وهنقعد وهنقل اللي احنا هنبعته. بما فيهم اخبار التنظيم الطليعي؟ ايوه، وانا كمان هبعت معاكي شويه اخبار انا هحطها لهم عشان عايزهم يعرفوها. هو حضرتك ناوي تديهم اخبار حقيقيه؟ طبعا، عشان يثقوا فيكي. انا مسافره امتى؟ اول ما تجهزي. انا جاهزه. انا اللي اقول انت جاهزه ولا لا؟ في اي اسئله تانية؟ هو عندي سؤال واحد عايز اساله. اتفضلي. بس هو شخصي. اتفضلي. هو حضرتك بتشتغل طول الوقت كده؟ بشتغل طول الوقت كده. يعني قصدي ما عندكش اسره؟ هو ما فيش حد ما عندوش اسره وعيال. ايوه مفهوم، يعني زوجه اولاد.
هو كان فيه، بس هما راجعين على الطريق الصحراوي عملوا حادثه بالعربيه وتايشت دي بقى. انا اسف. ولا يهمك. نبتدي؟ انا جاهزه يا فندم. اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ امال كوثر فين؟ نايمه جوه. مختار عامل ايه؟ قاعد ما بيتحركش من مكانه بالساعات. انا خايفه عليه قوي يا طنط. يا حبيبتي ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، لازم تحاولوا كلكم انكم تخرجوه من اللي هو فيه علشان حتى البنت الصغيره. يلا يلا خش اعملي فنجان قهوه بسرعه. يلا بقى. ترجع شغلك؟ مش قادر، مش قادر اقبل. ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده يا مختار، انت لازم ترجع شغلك وفورا كمان. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي انت اتغديت؟ ماليش نفس. ما ينفعش كده يا مختار. مش قادر مختار. انت معترض على إرادة ربنا؟ أعوذ بالله، لا طبعا. يعني راضي؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يبقى لازم تبرهن له على إنك راضي وتشكره وتحمد فضله، هو ده الإيمان الحقيقي بجد. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم، أنا وسط قطم يا إقبال. عارفة أكتر حاجة تعباني إيه؟ أنا حاسس إن الدنيا فضيت عليا. إزاي تقول كده بقى؟ الدنيا فضيت عليك وكل الناس دي حواليك؟ تهاني وكوثر والمجلة والناس اللي في المجلة، العمال والمحررين، الله، وأنا بعد كل ده وتقول الدنيا فضيت حواليك؟ كان دي واحده. شلومو، ليفي عايزك على التليفون. ايوه يا ليفي، شلومو معاك. ايه بتقول؟ ايه؟ بقولك ان المعلومات اللي جاتني من القاهره بتقول انها جايز تتاخر شويه. هتتاخر ليه؟ دخلت المستشفى تعمل عمليه اللوز. ازاي الكلام ده؟ دي بعت التلغراف بتقول انها هتكون هنا بعد 10 ايام. على العموم عمليه اللوز دي مش عمليه خطيره، هم بيخرجوا منها بعد يومين ثلاثه. المهم انت جاهز لاستقبالها؟ ايوه جاهز، بس عايزك تبعت لي ديفيد بن حييم، عايز يكون في روما خلال اسبوع، عايز الحق اجهز معاه الشغل. هيكون عندك بعد يومين. محتاج حاجه تانية؟ لا شكرا. ازيك؟ من بكره عايزك تحجز اوضتين في نفس الاوتيل اللي نزلت فيه ساميه المره اللي فاتت. أوضة لسامية وأوضة جنبها. أوضة سامية تتجهز صوت وصورة، والتجهيزات دي تتوصل على الأوضة اللي جنبها. عايز أشوف كل زاوية في أوضتها، كل حركة، وأسمع كل همسة، يعني عايز أشوف كل حاجة، فاهمني؟ اطمن يا حبيبي، بكرة آخر النهار تكون الأوضة متجهزة، يعني بعد بكرة الصبح ممكن تشيك على كل حاجة بنفسك وعلى الطبيعة يا حبيبي.
فرحان انت يا إزاك؟ ها؟ طبعا يا شلوم، اخيرا بشتغل يا حبيبي. بس مش عايزين نبيل يعرف اي حاجة عن التجهيزات دي. ما تخافش شلوم، لنبيل ولا غير نبيل يا حبيبي. برافو يا إزاك، برافو. عنك انت يا ست سامي. ايه بت انت خاسه كده ليه؟ ما كنتيش بتاكلي هناك ولا ايه؟ لا كنت باكل، بس المشوار كان متعب شويه. طب تعالي بقى احكي لي، ها عملتي ايه؟ عملتي شغل كويس؟ الحمد لله. طمنيني، بتشوفي عم مختار؟ اه بعدي عليه كل يوم شويه كده اطمن عليه وامشي. طب ورجع الشغل ولا لسه في البيت؟ لا لا، رجع الشغل ورجع للمجله، بس بيروح بدري كل يوم علشان يقعد مع تهاني وكوثر شويه. هم لسه قاعدين معاه؟ اه، بس اكيد طبعا هروحوا على بيوتهم، بعدين عيني الدنيا هتفضى عليه. صدقي انا قلقانه قوي عليه من الوحده اللي هو فيها دي. خايف عليه من الوحده جدا. بركه فيك انتي بقى، تاخدي بالك منه وتراعيه. اهو انا بحاول اعمل اللي ربنا يقدرني عليه. بقولك ايه، قومي بقى خدي حمامك وغيري هدومك عشان اعمل لك عشوه حلوه، عشان انتي هفتنه خالص. العفو، هبتعدي عليكي بعد الظهر؟ لا مفيش داعي، انا مش عارفه النهارده هخلص امتى. خليكي يا سمر. باي باي. الأخبار يا إزاك؟ كله تمام يا شلومو يا حبيبي. الأوضة التانية جاهزة؟ جاهزة يا شلومو، تحب تشوفها؟ يا ريت. أوكي، بسرعة شوية، ورايا يا شلومو. قدامي يا إزاك. يا شلوم، يا
شيكته على الأجهزة وكلها شغالة؟ طبعا يا حبيبي طبعا. والصوت؟ حط السماعة على ودانك وانت تعرف. هاي جايزك. برافو. هو احنا رايحين على فين بالظبط يا سيد رؤوف؟ رايحين مكان آمن. السيد عادل مستنينا هنا. أهلاً أنا لسه سامي، اتفضلي اقعدي. أنا آسف هنا مفيش قهوة بس في شاي، إيه رأيك؟ شاي كويس. سكرك قد إيه؟ معلقة واحدة لو سمحت. هو إحنا ليه ما اتقابلناش في المكتب زي كل مرة؟ عشان هنا هنبقى واحد. إحنا داخلين في الجد والموضوع صعب. جاهزة؟ جاهزة. يا رؤوف هنعمل إيه النهاردة؟ هنراجع على الأخبار والمعلومات اللي الأنسة سامي جمعتها واللي المفروض هتسافر بيها روما. ويا ترى جبت المعلومات دي معاكي؟ جبت معايا كل حاجة. الورق اللي أنا فرغته والبلوك نوت اللي كان معايا في الاجتماع. أنتِ قلتي إن أدريان إدالك ورقة مكتوب فيها رؤوس المواضيع اللي هم محتاجينها ومهتمين بيها. آه معايا الورق. ايوه يا نبيل انا ابو سليم. ايوه ابو سليم خير؟ انت كنت نايم؟ لا ابدا انا صاحي. وبعدين يا نبيل تعالى بقى. ايه ده انت معاك حد؟ لا خالص بصراحه دي مارشيلا بنراجع شويه شغل مع بعض. طب ما تسيبك من الشغل اللي عندك وتفوق بقى للشغل بتاعنا يا نبيل. اتفضل. انا عايزك تجيلي هنا روما فورا. اجيلك روما اعمل ايه؟ ساميه فهمي. مالها ساميه؟ هتوصل روما كمان كام يوم. ساميه جايه على ايطاليا؟ أمال عايزك تجيلي من نابولي لحد روما عشان إيه؟ مراتك جاية ولازم تكون في استقبالها. بلاش بيت مراتك دي دلوقتي. ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ أيوة بس يعني ما بسش. ده أنتوا عندكم مثل بيقول محدش بيزمر وبيخبي دقنه. سامية مراتك ولازم تقابلها وتهتم بيها واعمل حسابك. هي هتقعد فترة مش قليلة. طب والشغل اللي هنا؟ وسكالكو هقول له إيه؟ أنت مش هتقول له حاجة. أجنازيو هو اللي هيقول له. أجنازيو؟ أصل أجنازيو جات له صفقة عربيات جديدة وهو هيتصل بإسكالكو ويقول له يبعتك عشان تختار له العربيات اللي هو محتاجها للمعرض بتاعه. طب افرض إسكالكو قرر إنه يبعت حد غيري. نبيل إحنا ما بنهزرش يا ابني. المهم أنت جهز نفسك وأول ما إسكالكو يكلمك تجي لي جري على روما. حاضر يا أبو سليم. حاضر. يو بعدين بقى يا نبيل. حاضر حاضر. مش هعطلك أكتر من كده. روح شوف شغلك مع مارشيلا. تشاو بيلو. اوكي سلام. افتح التلاجة. التلاجة دي؟ انا ما عنديناش غيرها. رؤوف قولي لي بقى فيها ايه التلاجة؟ نعم؟
التلاجة فيها ايه؟ كان فيها كام علبة زبادي وأزايز حاجات ساقعة وبيض وأطباق فاضية، متهيألي ده كل اللي كان فيها. رؤوف، التلاجة فيها 16 بيضة وأربع علب تونة وأربع علب سردين وخمس علب زبادي وأربع أكياس عيش فينو وثلاث أطباق جبنة وطبق لانشو، ده غير إن فيها حالتين، حالة مقفولة والحالة التانية فيها طماطم وخيار وعلبة جبنة وشوية فاكة. شفتي بقى إنك كنت ناسي حاجات كتير أوي. ما هي الحاجات دي ما كانتش باينة. أيوه بس الحاجات اللي مش باينة ساعات بتبقى أهم من الحاجات اللي باينة. أنا عايزك تدربي الذاكرة البصرية بتاعتك، عايزك لما تخشي حتة تعرفي كل اللي فيها بنظرة واحدة. المرة الجاية أنا مش عايزك بس تعرفي إيه اللي في التلاجة، عايزك تعرفي إيه اللي في التلاجة وعددها بالظبط. صعب. مفيش حاجة صعبة. بالتدريب هنوصل اللي إحنا عايزينه. إحنا هنسيبك دلوقتي. أنا عايزك تتمرني في الدواليب دي. تفتحي كل دولاب وتفتكري فيه إيه بالظبط. طب ولو نجحت؟ انت لازم تنجحي. ولو ما عرفتش؟ رؤوف. ها ديفيد، رحلة كانت سعيدة حبيبي. امال شلومو ما جاش معاك ليه؟ شلومو مستنيك عندي في المكتب. يلا حبيبي. ايه اخبار الجماعة هناك؟ كويسين وبيسلموا عليك، بيستعجلوك تخلص لهم موضوع سامية فهمي. قربنا. المهم انت بقى ريح شوية وخد لك شاور، وبعدين هتخرج معايا اوريك الشقة اللي اجرتها. شقة ايه؟ بقر وكالة الاي ام بي. على فكرة العمارة موقعها حلو. تعالى افرجك على الشقة من جوه. ايه رأيك؟ يعني هي مساحتها كويسة لكن حالتها تعبانة قوي. ما تشيلش هم يا ديفيد، بكرة في شركة تنظيف هتجهز المكان وتنظفه وهيبقى حاجة تانية خالص. ايه ده يا شلومو؟ ده فار يا ديفيد، هتخاف من فار؟ كده احنا خلصنا تدريبات اجراءات التنظيف، ناقص غير المعلومات اللي هتقوليها لهم هناك. بالنسبة للمواد التموينية والأغذية احنا سيبناها زي ما هي. بأماكن تخزينها ومناطق توزيعها؟ الاحتياطي الاستراتيجي بتاع البلد كمان. طب ليه كده؟ احنا شايفين كده كويس. المهم، أما بالنسبة للمصانع ففي تغييرين بسيط جدا. الأول في مصنع الدرفلة والتاني في مصنع الحديد والصلب. احنا شلنا الكلام اللي على خط الانتاج الجديد. نيجي بقى للمعلومات الخاصه بالمناورات والتدريبات العسكريه، حجمها، تواريخها، والاسلحه المشاركه فيها. انتوا هتدوهم المعلومات دي كمان؟ مش هي دي المعلومات اللي هم عاوزينها وبيجروا وراها بايديهم واسنانهم، خصوصا انها بترد على الاسئله ورؤوس المواضيع اللي ادريان اداها لك وطلب اخبار عنها. ايوه بس دي معلومات خطيره جدا وتمس امن البلد. احنا عاملين حسابنا. المعلومات اللي احنا غيرناها حاجات بسيطة جدا محدش هيحس بيها.
بس المهم ان المعلومات اللي انت هتوصليها تكون حقيقيه، مش كده ولا ايه؟ تمام. المعلومات اللي عندك في الورقه دي عايزك تحفظيها صم، وبعد ما تتاكدي انك حافظاها تحرقي الورق ده. مفهوم يا سامية؟ مفهوم. يلا عشان رؤوف يوصل. طيب احنا هنتقابل بكره؟ لا انت خلصتي تدريبك كده، بكره هتسافري روما. بسرعه كده؟ انت عارفه ما عندناش وقت. طب وماما هقولها ايه؟ دي دعوه لمؤتمر ادباء البحر الابيض المتوسط في فرنسا. بس انا مش عضو في اتحاد الادباء. ايوه. انتوا عاملين الموضوع ده كده وكده يعني؟ لا الموضوع حقيقي. بس كل اللي عملناه ان يعني خليناك عضو في المؤتمر. خلي بالك على نفسك وما تقلقيش، هتلاقينا على طول جنبك. مع السلامه، اشوف وشك بخير.